تشكيل النادي الاهلي لحراس المرمى علي لطفي طبعا علشان الشناوي مصاب بغض النظر ده رباعي خط الظهر زي ما هو محمد هاني ظهير ايمن علي معلول ظهير ايسر وقلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم. نيجي بقى على الكلام اللي هو في نص الملعب ثلاثي وسط الملعب وده اللي احنا كنا شاكين فيه شويه ان حمدي ممكن ما يلعبش النهارده ولكن بادئ مستر كولر بيه حمدي فتحي في نص الملعب اليو ديانج ومروان عطيه ومثبت ثلاثي الهجوم اللي لعب بيه في تونس حسين الشحات بيرسي تاو ومحمود كهربا ده ما غيرش ما غيرش غير علي لطفي. طب نقول التشكيل مره ثانيه علي لطفي لحراسه المرمى رباعي خط الظهر محمد هاني ظهير ايمن علي معلول ظهير ايسر وقلبي الدفاع ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم وثلاثي الوسط حمدي فتحي اليو ديانج مروان عطيه ثلاثي المقدمه حسين الشحات بيرسي تاو ومحمود كهربا الاحتياطي مصطفى شوبير خالد عبد الفتاح محمود متولي احمد عبد القادر محمد شريف عمرو السوليه قفشه القندوسي وطاهر محمد طاهر ده تشكيل النادي الاهلي.